النظام السوري يمدد وقف إطلاق النار لـ72 ساعة، والمعارضة تشكك في التزام قوات الأسد. قوات البشمركة تتأهب للمشاركة في معركة استعادة الموصل من تنظيم داعش الذي يسيطر عليها منذ عامين. زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يدعو إلى تظاهرة حاشدة الجمعة المقبلة في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد. ميليشيات الحوثي وصالح تكثف قصفها على الأحياء السكنية في تعز، وتستهدف بالدبابات والمدفعية وسط المدينة وأطرافها الشرقية والشمالية. سلاح الجو الليبي يشن غارات عدة على مواقع لتنظيم القاعدة شرقي مدينة أجدابيا.